عماد، الشكر كذلك لضيوفك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم دقائق الأولى والمحاولة الأولى لعويس، يتصدى للكرة ليونيل ميسي في اللقطة الماضية في أولى المحاولات، في أول اختبار سعودي، في أول لقطة تسلق الرجل لوتارو، المنتخب السعودي بكعب ممتازة، أرضية ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني. نعم، أسلوفيني سلافكو، ميسي بقدمه اليسارية، ميسي بالقدم اليسرى، هنا تسديدة تاتي والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. ليونيل ميسي يبتاهل الأرجنتين ويسجل أول أهداف الأرجنتين في هذا اللقاء من علامة الجزاء بالتسديدة اليسارية في شباك مرمى الحارس محمد لعويس. يسجل المنتخب، ميسي يتقدم، تسلل كان موجود، نعم في الكرة الماضية، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية على ميسي. ميسي أرجنتينية، محاولة المرور والتقدم، هنا تأتي باليسار، المرور والتدخل كان موجود، وبالتالي الخطأ لمصلحة المنتخب السعودي في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود على عبير العويس، يسجل ثاني أهداف المنتخب الأرجنتيني. لوتارو مارتينيز من سجل وعادل ميسي في التصفيات على مستوى أحراز الأهداف. تسلل، نعم 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 نعم، تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. لوتارو يمر يسدد ويسجل موجود وحتى الآن ينجح. المهمة جدا، السلامة لسلمان الفارس.